رضوان مبروك عليكم الانتصار، لقاء شيق كان 22 فارق، شنو الناس تقول لنا خويا في اللقاء؟ والله ان بون تيست قبل ما نبداو قبل ما نمشيو بعد غدوه ان شاء الله لدبي، تورنوا بطول تورنوا دبي معناها من اقوى البطولات الموجوده معناها على الساحه، يعني في نفس مستوى نتاع البطوله العربيه والاقوى نظرا لقيمه الكيبات الموجودين. ان بون تيست اليوم تشوف جربنا حوايج جديده اللي مش نخدموا بها ان شاء الله في البطوله وفي الفاز الجايه نتاع الشامبيونات. من الاول لقينا ان بي ديفيكولتي باش نطبقوهم، مي بعد تالي تصرحت الامور وشفتوا معناها باسكيت باهي وشفتوا خويا رضوان قاعد نشوفوا فيك من الاحسن لاحسن، بارك الله الفورمه شنو سببها هذه؟ الفورمه قاعد يخدم على روحه، قاعد يترينا بروفيسيونيل، الفو ترافايي معناها بلو كو لي زوتر باش تلقى روحك ديما معناها توب. يعطيك صحة خويا رضوان، مير ألف مبروك على الانتصار اليوم، كنا شفنا النجم الرياضي الساحلي متألق بفرق 22 نقطة، تقييمك للمقابلة خويا؟ والله مقابلة عادية معناتها نحضروا بها احنا تو للمرحلة الثانية للبطولة مرحلة سكواد بلاي أوف، باهي معناتها مردود حابين معناتها ندوروا ليفيكتيف على خاطر ماك تعرف معناتها التعب والشارج نتاع لي ماتش، وعندنا نحضروا زاد الدوره اللي باش نمشيو لها ان شاء الله نهار السبت باش تبدا في دبي، دونك حابين معناتها نشوفوا المستوى بعض اللاعبين، وهاك شفت معناتها ما قصروش الاولاد معناتها الكل، وان شاء الله معناتها من الحسن الى الاحسن. فهمت خويا ماهر شنو توعدونا ان شاء الله في رحله دبي ان شاء الله؟ والله في دورة دبي احنا باش نمشيو باش نكملوا به تحضيراتنا، معناتها ماناش ماشيين مثلا الهدف الاول هو نتاعنا هو التحضير للمرحله الثانيه معناتها البطوله، جاتنا فرصه معناتها في دوره كيما هذه في مستوى تسمى عالي معناتها النيفو نتاع ليزيكيب كل، ان شاء الله معناتها نقدموا المستوى المعهود نتاعنا التالق فهمت، وناخذوا معناتها بالماتش ان شاء الله، علاش لا نروحوا بها كيما البطوله العربيه. ان شاء الله بالتوفيق خويا كيما عودتونا، برك عايشك وسعليك. مرحبا بك سيد مدرب، كان لقاء طيب ممتاز للملعب النابلي وديما عندي اصوات ممتازه في سوسه ولا خارج في نابل، شو تقييمك للمقابله اليوم؟ والله المقابله تعرفوا اللي اليوم فريقنا نقص زوز لاعبين ياسين شعبان وحمزه الفضيلي، ممكن هو اللي خلانا ملقينا صعوبات خاصه في الشوط الثاني، تعرفوا الافكتيف نتاعنا اليوم لعبنا اربعه من الاواسط، هذاك علاش ممكن تشوف الرصيد البشري نتاع نجم الرياضي الراسي يخرج لاعب يدخل لاعب دولي، دونك هذاك ممكن هو الفارق الوحيد. نحب نشكر ملاعبيتي خاصة على المجهود اللي قاموا فيه، فما ممكن في الناحية الهجوم ما لقيناش النجاح نتاعنا خاصة اللي يطير من برا، هذاك علاش كان الفارق هذا 12 نقطة كمل. رينا بصمة كبيرة نتاع مدرب الانضباط موجود على الملعب، وهذا شيء يعمل كيف انه نلقاو مدرب معناتها في الكيفيه كيفك معناتها؟ والله نخدم على روحي، دونك الاولاد كلهم نعطيهم الصحه، قلت لك كلهم منضبطين متخلقين، فماش علاش باش يكون فما خلل ولا ما فماش انضباط، الكل نخدموا من اجل الملعب نابلي باش ننوروا وجه الملعب نابلي، خاصه احنا نطمحوا باش نكونوا من الاربعه الاوائل. بارك الله فيك. هكذا انتهت لقاء القمة اليوم بين النجم الرياضي الساحلي والملعب النابلي على نتيجة 77-55، شكرا لكم وفي لقاء لاحق إن شاء الله على سوس تي في.